من حرقة قلبي، والإنسان اللي ما بيحترق ما بيضوي. يعني ما رح أقول 100%، بس مثل العادة 99%. المرأة في الأمة العربية ضحية جهلة، لا الإسلام ولا المسيحية ولا أي دين قال عن المرأة تاني درجة. ما حكينا جسد حتى، هيدا جسد امرأة، بس أنا مني امرأة وأنا مني جسد ولا أنت رجل. أول جسد 30-70-30-70، تاني جسد 50-50. بس قد ما عندنا جهل منصدق شو بيقول الشيخ. قال له استفتي قلبك ولو أفتوك، علماءهم شر علماء منكم، تخرج الفتنة وإليكم تعود. معابدكم، هياكلكم، مساجدكم عامرة في البنيان خالية من الإنسان. ما بدي مسجد، بدي ساجد، بدي سجود، ما بدي رقصة، بدي الرائص والرقصة. هول درويش. جلال الدين الرومي ما درس مطرح وهو عم بيرقص 36 ساعة. استنار ضوى القنديل، ما بس تحني القنديل، تحني 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 بضوى. هون شو بدكم تحنوا تتحنوا؟ ما في كواز، يعني ما في عقل. شو ما حقنتي رح يضل بني جهل؟ ما تضيعوا وقتكم، لا ترموا مجوهراتكم للخنزير. والإنسان اللي بلش يفهم ويعرف، عرفة مش هونيك، دعيتلك بعرفة، بسبه وبعتذر وانو دعالي مسبه، بس قدمت اعتذارا لنعالي مش للمعالي. النعالي أحلى من المعالي. فإذا بأمة جهل حكيوا كل الأنبياء، ما في حل إلا بالدمار الشامل. ما منعرف أي متى، بس قريب إن شاء الله كل من عليها. ف نادرا ما تلاقي حدا، طبعا بتلاقيهم موجودين، بس هيدا اللي بيقول لك أنا مسلم، لا أنا بودي مسيحي مسلم. حتى إذا هو مؤمن، محمد يعيل فلون يقول من منكم محمد، هيدا اسم الجسد. يعني من أعمالكم. تتذكروا وقت اللي جوا بدهم يعطوا اليهود والنصارى مفتاح القدس، قالوا طيب نعطي للخليفة، قالوا للعمر. عمر والخادم، الحاكم والخادم يجروا بعضهم، قال له رح نوصل، وهو جرر الخادم ما رد. قال له هلا دوري اني انا اخدمك وانت بتخدمني. وين موجودين؟ وعرفوا نوره سبق جسده، الطاقة الاثيريك بادي الاثيرية، اجوا عطيوا المفتاح وسجدوا له. سجدت الالوهية للالوهية، مش الجسد للجسد. قالوا القدس مفتوحة لكل الناس، مش للديانات، لكل الناس. ما في مسلم مسيحي يهودي، أنا لا بصوم ولا بصلي ولا بقول استغفر الله ورجع ورجع. حركات شفافة، ما بقى في شفاف، عم بيصلي. فإذا ننتبه، بدنا أويرنس، بدك شوية وعي. كل مرة بتاخد نفس يمكن يكون اخر نفس، كانت عم تتنفس، نفسك قصير او واول خطوة. يعني بلش تقرأ، لانه اللي اخدتهم من امي وبي وزدي وسدي كلها ضحية 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 الجهل. روح ابعد من ادم وحواء الى الوجود مع الوجود، ابعد من الجسد. لجسدك عليك حق، بس انت بتحترم الجسد، انت مسؤول عنه. خبرتكم وقت اجوا على واحد يهودي قالوا له عزمينك على العشاء السري، قال لهم كيف يعني؟ قال لهم العشاء السري يعني عند المسيح. اجى اليهودي اعطوني كاس فودكا وسكي، قالوا له هون عندنا مبيت. مبيت طيب جيبوا لي مبيت، جيبوا لي شي بيتزا لازانيا، جيبوا لي خروف مدري شو هيك. قالوا له هون في خبز ومبيت، قال لهم صلبوا هذا اللي عم بيقدم خبز ومبيت. يعني هي حقيقة بقالب نكتة. هيك عملنا بكل نبي وبكل محمد وبكل حسن وحسين، يعني بكل أهل العرفة. بس ما فرقت معهم، عم تاخذ الجسد، انت عم تاخذوا معمل يلي بيعمل خرا وشخاخ، بتحط فيه تفاحة بتطلع خرية. ما بيسوى تقولي هالكلام،
بس اللي عم تعملوه على شاشات التلفزيونات كلها ما على شيء. خرا خرا وشخاخ شخاخ والفرج فرج والبول بول والنكاح نكاح. لحيا في الحق، بس لأنه راح الحق إجا الرق. بتحديكم مين في يحكي هيك بلا ورق؟ بدكم رق، لأنه ما في فايدة. النهر ما بده خريطة، كيف بدي روح على البحر؟ تتذكروا الورقة؟ اثنين ورقتين بالنهر. قلت لها أنا عم بتعلم كيف بدي أقطع النهر. قلت لها هلا بتفوتي لك تحت شي صخرة شو بتعملي؟ قلت لها بدي أدرس بدي أشوف كيف يعني. تركتها راحت وبرمت وإجت لقيتها. قلت لها دخيلك خلصيني شيليني من تحت الحجر. قالت لها ما قريتك كيف؟ توتال تراست، استسلام كامل إلى هال الإكزيستنس، الوجود اللي فيه. مش كلمة الله أكبر مؤامرة، ما في الله، في إلهية. أسماء الله الحسنى 99 والمية فيك وفيه. بس ما بقى في شرح. قال له ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدري؟ هالشراميط كل أمة العرب. اليوم طلعت شوي قالوا لي هون كله حفر بنيات بنيات، ما بقى فيني. خد تاكسي رجعت نزلت ومشيت، وصلت قبل التاكسي. قال لي واحد قد ما في حفر بنيات، لمين عم يحفروا هالبنيات؟ قال لي هودي كلهم عرب وخليج وهي بكل هالبنيات دعارة ولاد صغار صبيان بنيكو صبيان غلمان. الغلمان في دين الأديان. هيك قال لكم تنيكوا الغلمان؟ هيك بتنيك ابنك يعني؟ والبنات اللي كلهم عذراء يفتحها العذراء بالفرج بالمهبل للهبيلة. هيك قالوا بأمريكا لبنان is a porno place for porno people، بلد للدعارة لأهل الدعارة العربان. هون في لبنان في إنسان عربان. شو هويتك؟ قال لهم أنياتشي. قالوا قول المطالع. قال لهم أطالع إيري وأنيتش. العرب من الكبت وصلوا لهم. مش هناك جاء محمد قال وانكحوا. بلش بكلمة لا إله إلا الله، وفي البدء كانت الكلمة بالمسيحية. جاء محمد قال ما فهموا بدي حط لا. شو بتقولوا؟ لا تقتل لا تسرق. لا 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 لا. بلش أخذ كلام الجهل وأهل الجهل. بس العرب بنوع خاص علماء الدين. ما عندكم علم إلا بالكبد بهالفلت. مشان هيك بتلاقي الخوف على نسائنا انه المرأة نصيبة اثنين للرجال. لك هيدي علم الحليب يعني. وقت اللي ضيعوا الاولاد لمين؟ لمين؟ للصبي. هيدا البنت فحصوا حليبنا. لا هيدا ابني. طيب سلمان الحكي مش تيقول انه الولد الصبي بيورث اثنين. عند الشيعة مثل بعضه، عند السنة مدري وقت بيتخانقوا. الشيعة سنة بيعمل مسيحي تبع التيمم ما يعمل هيك، بيتجوز عند المسلمين تفي طلي. كلها صارت مؤسسات تجارية. قال بلغوا ايه يعني؟ ما حدا قال له لا يعرفنا الا الله علي القابض على الجمر اهل الحق. فاذا استفتي قلبك ما تسأل اي شيء. الاسلام هو دين الفطرة، ما فيك ما تصلي يعني. قال له من اماطة الاذى الى لا اله الا الله كل عمل عبادة. صرتوا تعرفوا أوروبا أمريكا وين ما رحتوا في جماعة للدرس للتوحيد. ممنوع دخول نو عربس ولا المسلمين ولا الحيوانات ولا في ام اس جي بالطعام. هلأ بونا حاطين من 2 ل 7 ديسمبر في مهرجان كبير ببونا. but sorry to tell you no Arabs no Muslims are allowed. لأنهم بيجوا 99 عندهم كبد جنسي، وهلا في محلات بيقفوا عريانين تحت الشتاء. ما في فرق شاب بنت رجال مرأة. الكبد ما بقى موجود. معبد للدخان، معبد للخمرة. إذا بتخدع عبادة مثل ما حلل القرآن مرتين، حرم وحلل. بارادوكس القرآن. بس نحن آيتين 5 آيات نزل بالحجاب. يا أختي في معاني كتير للحجاب. تحجبوا عن الرذيلة على الكتب الزنا على ابن آدم في جويع حواسنا عند أوشو وميتشو وجرجيف في حضرة. بس بتشوفون موجودين كيف شافوا بالغار. بتشوفوا أنتم منهم أموات يعني مستنيرين نور ساطع.
في زوم كيف تفتح السنينة ومحطات على الانحطاط كلها وهالمواقع أكثر وأكثر. منا بحاجة إلى أي موقع، إلى أي باب أو أي دار. رحوا فيك أنت، فيك نطور العالم الأكبر. ويعني أنت علي وأنت محمد وأنت أكثر وأكبر. مسيح قال لا، أنت أكثر مني، أنا أتيت لأنك أنت مسيح آخر. بس أنا لبقرا إنجيل، لبقرا قرآن، أوقات بسمع منكم كم كلمة، بس بسكر لما أوشو ميتشو بيرجيف بيحكوا عن الإسلام وعن محمد. كيف في هيك محمد وهيك إسلام وهيك مسيح وبوذا وكريشنا وهذا مستنير، وفي هيك انحطاط؟ ما في عندي حد. هلأ جاني إيميل وشفته قبل بوقت ومحطوط على الموقع، شيخ فات على الكنيسة وعمل خطبة لنهار الأحد من القرآن ورتلوا معه جوقة الكنيسة. بيقدر يفوت شي خوري عند الإسلام؟ لا. ليه؟ ليش انت تفوت عبيتي وانا ما فيني عبيتك؟ ليش انت بدك تشوف شعراتي ومرتك بس عيونه ودي تصور انا وياك؟ بسرقة في شرمطة وين دغري؟ لا انا ما بتصور مع حدا. بس كيف انت بدك تشوفيني وانا بس بتشوف هالبخشين؟ وفي منهم هيك بسكروا الوديع. هيك قال محمد؟ هيك كانوا الناس؟ هيدا محمد هيك انت هالقد فهمت. فيك تتحجبي وانت وعريانة، وفيك تكوني لابسه مبينين بس اطحانك ها، وانت اكبر شرموطة. مع احترامي للشرموطة، شوفوا الزاني والشرموطة لما اجت عند محمد اقيم علي الحد واقيم، شوفوا كيف دفعنا ومين اللي دفع. هيدي اشارة لنا كلنا. في كتير شراميط صادقين اكثر من الخوري والشيخ والامام والرباي وكلهم، عم تعمل عمل بصدق. من منكم صادق قال هذا الاسلام، كون صادق قال اعمل كل شيء، هذا المؤمن. المسلم بكذب، بس هذا المؤمن ما بكذب، المسلم بكذب. في فرق. قال لهم اهل الذكر على منابر من نور؟ قال لا، وقت بيحكي وقت الله غير وقت عبد الله يعني. بس نحن ما بقى عنا هالحالة أخوتي، نسأل كيفي كيف الصحة، نشفيك ما برد، بحبك كثير أنا، هيدي مجاملات أنيك من الكذب، يا محلى الكذب. بمدرسة العرفين 40 يوم ما في كذب، 40 يوم ما في مجاملات، 40 يوم ما في تلفزيون، كلها سنة لا تدعو الله، قال إلهي أعطينا خبزنا كفاية يوم، شو هالشرموط اللي عم تدعوه منه؟